البنات بلات انا بلا التقة والنجاح. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بالف خير. صحاباتي، حباباتي، حتى الناس اللي كيتبعوني واللي كيشرفوني في القناة ديالي، تحية لهم. اليوم جيت نشارك معكم واحد تجربة غنية. هاد التجربة خاصة بالزيوت، ولو أنني عندي أنا واحد تجربة دابا ديال عشرات السنين كنستعمل الزيوت بواحد الشكل كبير، وكنستفد منها طولا وعرضا. بالنسبة لهاد الزيوت عرفتي حليت بها المشكل الكثير ديال العناصر لوليداتي اولا وقبل كل شيء، والاسره ديالي والعائله ديالي، خوتي وخواتاتي. اذا حليت لهم مجموعه ديال المشاكل، ديال التساقط ديال الشعر، ديال البشره الجافه، ديال البشره الدهنيه، ديال حتى المشاكل الجلديه، الحساسيه. اذا هاد الزيوت كلها فادتني وبنجاح، ولهذا بغيت نعمم هذا الخير. وبغيت حتى الناس مثلا اللي تيتابعوا القناه ديالي ولا عندهم مشاكل مثلا سواء بالنسبه للجلد ولا بالنسبه للبشره ولا بالنسبه للشعر يتواصلوا معايا من خلال التعاليق، وانا غادي نفيدهم. وما عرفتوا، ربما الحل يجي على يدي باذن من الله، اللي ما لقيتوش مثلا في ادويه كثيره ممكن نفيدكم ان شاء الله. وكنتمنى الخير، زعما كاين الخير الكبير انطلاقا من هذه التجربه اللي بغيت ناخذها. واليوم باش ما تفوتنيش المناسبه، غادي نعطيكم واحد الخلطه اللي استعملوها البنات معايا في الجروب ديالي، استعنوا بيا وعطيتها لهم وكتفيدهم هاد الخلطه. وانا علاش بغيت ندير هاد الخلطه؟ لانهم هاد السؤال تيطرح ليا بزاف، تيقول لك شنو الزيوت اللي تصلح لينا للشيب. اولا نتجنبوا الشيب، واخا باقي ما مثلا ما وصلش لينا وما بداش يظهر في الشعر ديالنا. وكذلك بالنسبه للناس اللي بدا كيظهر لهم الشيب مثلا سواء في الشعر ولا في الحجبان، اذا هناك زيوت اللي مفيده. وهاد الزيوت مفيده، انا ماشي تنقولها هكا اعتباطيا ولا جزافا، وانما كنقولها انطلاقا من بحوث علميه كنعتمد على البحوث. وانا دائما مثلا كنبحث في الزيوت باش نتعرف الفوائد ديالها، طريقه الاستعمال ديالها، شنو هو الجوانب الايجابيه ديالها، شنو الجوانب السلبيه. اليوم غادي نعطيكم واحد الخلطه ديال التشيب. هذه الخلطه غادي نعتمد فيها على ثلاثه الزيوت. عندي زيت السالميه، ها هو زيت السالميه، وعندي كذلك غادي نعتمد على زيت القرنفل، ها هو كذلك زيت القرنفل، ثم واحد زيت اخر اللي هو زيت غزال وفن، مغذي للبشره، مغذي للشعر، مغذي للجلد، واعر ورائع، هو زيت السمسم اللي كنسميه زيت الجلال. بالنسبه للخلطه الاولى، ممكن بغينا مثلا نتجنبوا الشيب، اذا كناخذوا نفس المقدار من زيت السالميه ونفس المقدار من زيت القرنفل، كنخلطوهم مزيان، ثم ندهنوهم للشعر ديالنا واحد المده زمنيه، ما كنخليهمش مثلا كندهنوهم ونخليوهم تقريبا بين 30 دقيقه حتى 45 دقيقه، وبعد ذلك نغسلوا الشعر ديالنا، نغسلوه بشامبوان طبيعي، ما نغسلوش بالشامبوانات اللي فيهم المواد الكيماويه لانها مضره بالنسبه للشعر، مضره كذلك حتى بالنسبه للفروه ديال الراس. اذا هذا الا بغينا مثلا هذه الخلطه الاولى اللي غادي نستعملوها مثلا واحد الفتره زمنيه. بغينا مثلا هاد الخلطه نستافدوا من خلطه اخرى تبقى لينا في الشعر واحد المده، عاد ديك الساعه نغسلوها. كناخذوا زيت السالميه، كذلك كنعتمدوا زيت السالميه، زيت واعره سواء للبشره سواء للشعر، سواء عندها واحد الفوائد كثيره. انا اليوم بغيت نهضر لكم غير على الفائده ديالها بالنسبه للشيب، وممكن نهضر لكم على فوائدها الجمه والكثيره اذا في فيديوهات اخرين ان شاء الله. كناخذوا نفس المقدار كذلك من زيت السالميه ونفس المقدار من زيت السمسم، كنخلطوهم مزيان وكندهنوا بهم الشعر ديالنا، كنفركوا بهم الفروه ديال الراس، وكندهنوا الشعر من الجذور حتى الاطراف.
سمعتي كندهنوه مزيان وكنلويو الشعر ديالنا ونغطيه واحد المنديل ونخليه. هاد الخلطه كنديروها اربعه ليالي متتابعه، كنديروها الليله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه بدون ما نغسلو الشعر ديالنا، ما كنغسلو شعرنا حتى النهار الخامس اربعه ليالي. اذا ملي كنصبحو من بعد اربعه ليالي كنغسلو الشعر ديالنا كذلك بشامبوان طبيعي وبدون مواد كيماويه. وبعد ذلك ملي نخرجو من الحمام نعاودو ندهنو بزيت السمسم بوحدو. زيت السمسم واخا تيبقى في الشعر ما كاين مشكل، ماشي بحال زيت السلميه. زيت السلميه الا كان بوحدو خصنا نغسلوه، ما خصناش نخليوه في الشعر ديالنا. اذا هذه خلطة فإنها من الخلطات زوينة. بالنسبة للناس مثلا اللي عندهم مثلا هذا الشيب في الحجبان ياخذوا نفس الخلطة، مثلا ممكن تاخذوا غير زيت السالمية بوحدها وديروها للحجبان، ولا تاخذوا الخلطة اللي عطيت في الأول اللي فيها السالمية وفيها القرنفل كندهنوا واحد شوية بشكل مخفف، ندهنوا الحجبان ديالنا ونخليهم ما كاين حتى مشكل حتى للصباح إن شاء الله. وملي تنغسلوا وجهنا راه كيمشي داك الزيت. كنتمنى اذا تجربتي في الزيوت تفيدكم. وواحد الحاجه اللي كنطلب منكم، اي واحد مثلا عنده مثلا شي مشكل سواء بالنسبه للشعر ولا البشره ولا الجلد ولا الاظافر ولا اي مشكل يطرحوا معايا في التعاليق، غادي نتواصل معاه ان شاء الله وممكن نعطيكم خلطات اللي تقدر تفيدكم وربما يكون خير على يدينا بفضل الله سبحانه وتعالى. وكنتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم واستفدتوا منه.